يقول السائل: شخص صلى خلف الإمام فنسي أن يركع مع الإمام، فهو سجد والإمام راكع، فلم يدرك ذلك إلا بعدما رفع الإمام من الركوع، فماذا يفعل الشخص؟ هل هو يتم ركوع والإمام في السجود، أو يتابع الإمام بدون ركوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، إذا تذكر يقوم من السجود ويأتي بالركوع ويلحق بالإمام، فإذا لم يفعل فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركع. إن كان ركع بعد الإمام ولحق الإمام فقد أدى ما عليه، وإن كان استمر ولم يأتي بالركوع فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. نعم.